هنا معانا دلوقتي بقى ورك ديك الرومي، هنعمل ورك روستو. طبعا انا معايا الورك التاني اللي شغال على النار في الفرن دلوقتي، بقاله زيادة عن ساعة، ساعة وربع كده اهو شغال معانا، ان شاء الله نشوفه في اخر الحلقة يبقى طالع زي الفل. دلوقتي معانا الورك ديك الرومي الروستو. محتاجين ورك اي حجم، لو احنا هنجيبه ما بيبقاش اقل من 3 كيلو، يعني في 3 كيلو لغاية 5 كيلو ورك كبير. ورك ديك رومي، بصلة كبيرة متقطعة مكعبات، بصلة كبيرة حلقات عشان نفرشها تحتيه في الصينية، حبة كبيرة طماطم، حبيتين جزر حلقات، حبة طماطم حلقات برضو علشان نفرشها، معلقة كبيرة عسل نحل، فنجان دبس رمان، عصير ليمونة كبيرة، 2 معلقة كبيرة خل، بشر ليمونة، ومعلقة كبيرة مستردة. ومحتاجين كمان 6 اعواد روزماري فريش او زعتر، لا زعتر فريش، وعودين روزماري فريش بالاوراق بتاعتهم، معلقتين كبار زيت، معلقتين هريسه شطه، ومعلقه كبيره من التوابل اللي احنا هنقولها دي. محتاجين ملح وفلفل، حبهان مطحون، بردقوش، وكبابة صيني، والبردقوش للي مستغرب بيدي ريحه عطريه في منتهى الجمال. تمام، بس هدي بقى على الرز. الو، ايوه مين؟ امل معانا. الو، مساء الخير. مساء الفل يا مدام امل، ازاي حضرتك؟ ازيك يا شيف غاده، عامله ايه؟ ازاي حضرتك يا ست الكل؟ الحمد لله. انا حبيت اقول لك كل سنه وانت طيبه. وحضرتك طيبه. الله يخليك يا حبيبتي، ربنا يعيدها علينا وعليكم كلنا. يا رب يا رب، اللهم امين، ربنا يعيدها علينا كلنا يا رب جميعا واحنا بخير. يا رب. ربنا يخليك يا مدام امل. الله يخليك يا حبيبتي، انا حبيت بس اصبح على حبايبي كلهم. ربنا يخليك يا مدام احلام ومدام روحيه وسام ومعزه ومريم وكله، ربنا يخليك حبيبتي. شكرا جدا جدا يا مدام امل، كتر خيرك وربنا يعيدها عليكي بخير يا رب. يا رب، وحضرتك واحنا بخير يا رب ان شاء الله. الله يخليك يا حبيبتي، الله يخليك. الف سلام. مع الف سلام، كل سنه وانت طيب. هنا انا حطيت في الخلاط، حطيت البصله، بصله كبيره متقطعه مكعبات، طماطمايه، حبه طماطم، هنحط معانا دبس الرمان، فنجان كده قد فنجان القهوه دبس رمان، بسم الله الرحمن الرحيم، معايا مستردة، بسم الله، معايا هنا كده معلقتين او معلقه كبيره مليانه مستردة، بتدي طعم حلو جدا، ميزس كده وطعم حلو. وطبعا معايا العسل النحل اهو، معلقة كبيرة مليانة عسل نحل اهو بالشكل ده اهو كده. ممكن ناخد اهو، ننزل اللي في العسل اللي في المعلقة كده بحتة الجزر، مش مشكلة. هاخد ادي هريسة الشطة معانا، هاخد منها كده معلقة كبيرة هريسة شطة، طبعا للي بيحب الحامي، اللي ما بيحبش الحامي بلاش. هنا طبعا معايا بقى، هنا معايا زعتر ومعايا روزماري، الروزماري هنحطه معايا وهو داخل الفرن، اما الزعتر، الزعتر بيبقى طري وبيبقى كده الورد بتاعه او الورق بتاعه بيبقى طري، بيتفرم بسرعه، طلع لي ريحه جميله جدا. اهو هاخد الورقه كده على العكس بتاعها، اه انا عايزاكم تشوفوا، بصوا مثلا اهو، ادي الروزماري اهو، تمام؟ بيبقى العود طري قوي، ممكن احطه هيتخلط، اما لو العود ناشف بالشكل ده، العود بيبقى طري جدا، اما لو العود ناشف خلاص يبقى انا بشيل منه الزهور او الاوراق بتاعته. اهو باخده بالعكس كده، العود بعكس الاوراق بتاعته، انزل منه كل الزهر اللي فيه، ده بقى الريحه العطريه الجميله، بس دي طريه احطها كلها. لو في ناشف خلاص، الناشف باخد منه الاوراق بس بالشكل ده اهو كده. الحاجات الفريش دي بتديني روايح عطريه في منتهى الجمال للاكله، بصراحه بتبقى جميله جدا. اهو هاخد بقى عصير الليمون، الحبهان، الكباب الصيني، وده ايه مش عارفه ده ايه، حاجات في المقادير ايه يا داليا، وده البردقوش، بشر جوز الطيب، اه بشر جوز الطيب. اخد الخل، اه الخل والزيت، ده بشر الليمون، بشر ليمونه كده. اخد معلقه زيت كبيره، معلقتين خل،
الخل مع عصير الليمون بيخلي التتبيلة تحفة كده. هاخد بقى الخلاط، هنضرب كل ده في الخلاط. بس انا ما حطيتش عليه لا ملح ولا فلفل. ادي الملح كده، نحط الفلفل الاسود بس كده. يبقى احنا حطينا معلقه ملح ومعلقه فلفل مع الخلطه دي، هنديهم بس ضربه واحده وخلاص. بس الو، الو. ايوه السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كل سنه وانت طيبه. وحضرتك طيبه يا مدام صباح، اهلا وسهلا. انا نبيتي، عاوزين بس نعرف طريقه. انا نبيتي. وطي التلفزيون، وطي التلفزيون عشان اسمعك. حاضر حاضر. وطي التلفزيون يا مدام صباح. حاضر حاضر، معلش دقيقه واحده. لا اتفضلي. حبايبنا اللي بيكلمونا وطوا التلفزيون عشان تسمعونا كويس. ايوه السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عايزين بس نعرف طريقه الكشك وطريقه الكيكه بالبرتقال. عايزه حضرتك طريقه الكشك وطريقه الكيكه بالبرتقال. حاضر، عينيا الاثنين. حضرتك كل سنه وانت طيبه. وحضرتك طيبه وانت بالصحه والسلامه. وعيدك الايام بخير. ربنا يخليك يا رب وحضرتك بالف خير. طيب ممكن اعمل لك الحلقه الجايه ان شاء الله اعمل لك طبق كشك على الهوا، واعمل لك كمان كيكه بالبرتقال، ايه رايك؟ قفلت؟ هعمل لحضرتك الحلقه الجايه باذن الله كشك. ايدي كده يا دكتوره داليا عندك، هنعمل كشك ونعمل كيكه بالبرتقال باذن الله، هعملهم عشان خاطر حضرتك، واعمل لك كده جليز حلو قوي للكيكه كمان من بره بصوص البرتقال، بيبقى تحفه ان شاء الله. دلوقتي هنا انا معايا خدت بقى الخلطه دي، هحط شويه منها في الارضيه بالشكل ده كده في الارضيه بتاعه الصينيه. عندك بقى اي صينيه تدخل الفرن، نغلفها بفويل. طبعا انا مش هدخلها دلوقتي الفرن، احنا عايزين نتبل، هنسيبها كده متبله معانا. حط شويه في الارضيه، وبعد كده اجيب الورك بتاعي معايا اهو، ده مغسول كويس جدا بالدقيق وبالملح وبالدقيق الذره وبعصير الليمون، ومغسول ومتصفي وزي الفل. هبدا اعمل ايه؟ هنا عندي اللحم الحته السميكه اللي في الدبوس دي، هبدا بقى بحرف السكينه كده ابدا اخد كده اهو، ابدا اعمل فيها كده فتحات لحد لما السكينه تدخل على العظم على طول. ليه؟ علشان اللحم يتبل، ثانيا علشان كمان اللحم يشرب كويس جدا والعظم يستوي معايا اهو بالشكل ده كده. اعمل بقى فتحات فيه في كل حته فيها لحم، ابدا ادخل التتبيله فيها، اعمل كده واعمل قطعات كده عند المفصل بتاع الفخذ من هنا مع الدبوس هنا، بقى بيبقى ماسك كده في بعضه. هعمل ايه؟ هاخده افتحه كده بالسكينه اهو بالشكل ده، بس السكينه دي صغيره، نجيب الكبيره. ناخد من هنا كده عند المفصل اهو، المفصل بقطع، انا مش هفصلها بس انا عايزه افتح لما اوصل للعظمه اللي هنا علشان كله يستوي، ما يجيليش يستوي من بره ومن جوه الاقي لسه في دم او في ميه كده، ما يبقاش ظريف اهو بالشكل ده. شايفين اتفتحت ازاي؟ اهي شايف حضرتك كده، شايفين مفتوحه اهي، ماسكه في بعضها لكن هي مفتوحه من هنا، ودي اللي يهمني الحته دي كده اهو. اخد برضو عند الحتت اللي فيها لحم ابدا انغس كده، احنا سامعين طبعا صوت السكينه بتخبط على طول بدليل انها بتنزل للاخر خالص اهو من هنا كده. اخد بقى ابدا انقلها عشان ما نخسرش اي حاجه من التتبيله، ما نخسرهاش على الطبق. نبدا بقى في الصينيه نبطنها بفويل
من الجناب، بس نخلي الفويل اللي بره علشان لما نيجي نغطي عليها في اول التسويه. الو، ايوه يا شيف غاده. صباح الفل يا مدام ناديه، ازاي؟ عامله ايه حبيبتي؟ مساء الفل يا حبيبتي، الحمد لله. تسلم ايدك، اللهم صل على النبي عليه الصلاه والسلام. عليه الصلاه والسلام، ازاي حضرتك؟ تسلم ايديك يا حبيبه قلبي، ودايما واقفه كده منورانا، وكل سنه وكلكم طيبين. ربنا يخليك يا حبيبتي، ربنا يخليك. ايه رايك في الديك ده؟ نعم، روعه روعه ما شاء الله. انا سميت على اهو اول ما شفت والله. تسلم ايدك. عشان تعمليه بقى للاولاد جايين لك طبعا بقى في الموسم بكره ان شاء الله تعمليه. باذن الله يا حبيبتي، كل سنه وانت طيبه وتسلم ايدك. وحضرتك طيبه. من فضلك يا شيف، انا عندي منبر وعايزه اعمله. عايزه يعني احشيه قبلها بيوم. تمام. احطه في الثلاجه ني ولا اسلقه؟ ولا ايه اللي الصح يعني؟ المنبار عندك طبعا هو متنظف، وانت بقى عاوزه تحشيه. انا عايزه احشيه مثلا عشان الوقت بتاعي الصبح بيبقى ضيق، فقلت احشيه وتاني يوم اسويه. تمام. فينفع يتحط في الثلاجه وهو ني كده في حاجه والصبح اسويه؟ بص حضرتك، لو انت هتحشيه من بالليل لتاني يوم الصبح مفيش أيوة. اي مشكله، سيبيه بعد ما تحشيه حطيه في طبق وحطيه على رف الثلاجه. ني يعني؟ انا اقصد ني. تصحي الصبح بقى، تصحي الصبح تروحي تغلي ميه وتحطي فيها بصلايه وطماطمايه وشويه ملح وفلفل، فصين حبهان، اول ما الميه تغلي تبداي تسقطي فيها الحبال بتاعه المنبار اللي عندك. طيب. يعني كده يبقى تمام، ما يجرالوش حاجه بدل ما اسلقه ويجلي. ولا يجراله اي حاجه، ولا اي حاجه يعني. بس افرض انت عاوزه تعمليه، عاوزه تعينيه في الفريزر. لو هتعينيه بقى في الفريزر هتسلقيه. لا يبقى مستوي. يبقى هتسلقيه. هتسلقيه. لا انا قلت بس اقول بقى للملكه الجميله دي اللي هي عندها كل الحاجات الحلوه، اكيد هتقول لي حبيبه قلبي. ربنا يخليك يا رب. اصل انا كل مره بعمله واسوي على طول، فانا عشان مفيش وقت. لا ما يجراش حاجه يعني، هو اسيبه بقى في طبق كبير كده في الثلاجه تحت. ايوه سيبيه في الثلاجه، ما تحرمش منك سيبيه ابدا. سيبيه في الثلاجه من تحت في الطبق والصبح سويه. ما تحرمش منك ابدا، ومن كل الحاجات الجميله اللي بتعمليها والله. ربنا يخليك يا مدام ناديه، كل سنه وانت طيبه ودايما واقفه كده وماليه بيوتنا بالخير. ربنا يا رب. ربنا يخليك يا حبيبتي، متشكره جدا لذوقك يا مدام ناديه. انا هنا طبعا برضو من الجلد عملت نغزات، من الناحيه الثانيه بقى من على الجلد. احنا تبلنا من ناحيه اللحم، دي من الناحيه الثانيه اللي عليها الجلد. هبدا كده برضو اصب عليها التتبيله. التتبيله دي بقى عشان ناخد احلى طعم لديك الرومي او اي حاجه بنعملها طيور وعايزينها تتشوي كويس معانا في الفرن، لازم نسيبها متتبله على الاقل ليله في الثلاجه، اقل حاجه 8 ساعات. ليه 8 ساعات؟ علشان تدينا نتيجه وطعم رائع بصراحه. مخليه بالي منه وطعم رائع بصراحه. فاحنا لازم نتبل التتبيله الحلوه دي ونسيبه عندنا في الثلاجه لبكره بقى، يعني هنعمله النهارده لبكره. هجيبه دلوقتي مثلا من اي هايبر او اي سوبر ماركت او حتى الفراخجي، لو انا جبت حاجه على بعضها اغسلها كويس جدا واسيب عليها الميه شويه هتفك على طول، نغسلها ونتبلها لبكره باذن الله. نطلعه بقى كده بعد ما يكون اتبل، هرفعه لو انا طبعا مش عايزه اسوي بالفويل، هرفعه على الصينيه الثانيه اللي انا هسوي فيها، هفرش فيها البصل وهفرش فيها حلقات الجزر، عندي بقى طماطم، عندي كرفس، اي حاجه عطريه، ما عنديش حاجه خالص، خلاص هي الميه بتاعه التتبيله اللي هتنزل منه دي كفايه. وهنا كمان عندي ايه؟ عندي هنا اهو عود، شايفين العود ده؟ اهو ده الروزماري، ده بيدي ريحه في منتهى الجمال لما بيخش الفرن معاه، وريحه السخونيه بقى ويتفاعل مع درجه الحراره بتاعته بيطلع لي الريحه العطريه الجميله بتاعته. هعمل ايه بقى فيه؟ هاخده كده بالشكل ده، هغطيه كده اهو، اهو كده هنغطيه ونروح مدخلينه التلاجه يقعد ليله كامله. يا سلام لو قعد بقى مثلا النهارده وبكره مثلا على العصريه كده هعمله. هياخد قد ايه وقت في الفرن؟ هشغل عليه الفرن على درجه حراره 200 او 250 اعلى حاجه، اخلي الرف بتاع الشبكه ده قريب شويه للفرن، مش هحطه في النص فوق، لا هخليه قريب شويه للفرن. هيقعد اول ساعه وهو قريب للفرن، بعد كده هروح رفعاه او ههدي درجه الحراره شويه واكشف بقى من عليه الفويل زي ما انا عملت، عشان الوش، عشان الوش يتحمر. تمام، يلا نروح نشوف الفرن معانا هيعمل ايه بعد كده. بعد ما ارجع دلوقتي من الفرن هطلع فاصل صغير، ونرجع بعد الفاصل نشوف الرز ونشوف هنعمل ايه. هنشوف بقى الفرن بتاعنا. بسم الله الرحمن الرحيم. تمام، اللهم صل على النبي ما شاء الله. تمام،
تحفة. هطلع بقى دلوقتي فاصل صغير، نرجع بعد الفاصل نكمل وصفاتنا. ثواني وراجعه لكم تاني، انتظروني. رجعنا مع بعض تاني بعد الفاصل. كان عندنا طبعا ورك الديك الرومي، قلنا هنتبله بالتتبيله بتاعتنا، وبعد ما تبلناه سبناه يوم في الثلاجه، طلعناه وحطيناه في الفرن، هيقعد على الشبكه قريب جدا من الفرن، اول رف بعد الفرن على طول، هيقعد لمده ساعه. بعد كده هنكشف من عليه الفويل لان هو طبعا متغطي، هنكشف الفويل من عليه ونسيبه كمان ساعه، ساعه وربع لحد لما يستوي. اول ما يستوي اروح مقرباه تحت الشبكه واديله الشوايه بقى اللي هو السلمندر كده، يا دوبك دقيقه واحنا واقفين جنبه عشان ما يتلسعش، واحنا شايفينه اهو. ايه رايكم بقى في الجمال ده؟ يلا كل واحدة عندها فرخة تعملها بالتتبيلة دي، بطة تعملها بالتتبيلة دي، ديك رومي كامل، ورك ديك رومي، صدر ديك رومي، ايا كان ملناش حجة، التتبيلة معروفة وسهلة جدا وطعم ان شاء الله في منتهى الجمال. شايفين الشكل عامل ازاي؟ والطعم في منتهى الجمال بإذن الله. اهي. وكان طبعا الرز معايا، غرفت الرز وحطيت على الوش اللوز المحمر، وحطيت عليه الزبيب لما كان الزبيب منقوع ساعة في مية سخنة، صفيته وسبته جهزته. أول ما غرفت الرز على طول حطيت اللوز وحطيت الزبيب. حد عاوز يحط الزبيب مع الرز وهو بيتشرب، خلاص اتشرب، هوطي عليه يروح ضايف الزبيب كله ويغطي، يكمل بقية التسوية، الزبيب هيطرى برضو، هيطلع لي طعم حلو جدا في الرز. وجرنش بسيط جدا، أي خضار عندنا، بروكلي، أي خضار عندنا يمشي. دلوقتي بقى عاوزين نجرنش الايه، اهو انا هجره بقى هنا كده جنبي، تمام. شايفه انا بسمع الكلام ازاي؟ ماشي، ناخد بقى كده الناحيه الثانيه برضو كده. جايبين بقى احنا ايه، خصايه حلوه كده، الخص دلوقتي البلدي ده في منتهى الجمال. شايفين هنا، انا عاوزه بس اوريكم حاجه، بصوا هنا كده بالمعلقه، شايفين الجزر والبصل اللي انا كنت حاطاه تحتيه والطماطم، شايفين بقى كده، بصوا في الكاميرا بيبقى عامل ازاي، اهو طري جدا وطعمه طعم جدا. بيبقى بقى كمان في شويه سوائل كده، ميه بتاعه التسويه نازله في الصينيه دي، طبعا ما نرميهاش دي، ناخدها برده تبقى جنب الاكل جنب الرز وكده، بتبقى طعمها حلو. طيب ايه كمان ممكن نعمله بالميه دي؟ ممكن الميه دي اسوي بيها الرز، اصفيها واسوي بيها الرز بتاعنا كده بالشكل ده اهو. ادي كده، ونحط هنا كده برده حلقتين برتقان دونا، شكل حلو. بس حاجة بسيطة جدا اهو كده، فتدينا شكل جمالي. حاضر، صور صور كده اهو، تمام، ما شاء الله، شكل في منتهى الجمال اهو. اتمنى النهاردة الحلقة تكون عجبتكم، ويكون الاكلات اللي احنا قدمناها النهاردة بسيطة ونالت رضاكم وتجربوها، وطبعا تبعتولي كل الوصفات بتاعتكم على صفحة بيتك ومطبخك مع غدا مصطفى في الرسائل. اللي يعمل اي حاجة، لو عملنا النهاردة دي بأي حاجة موجودة عندنا زي ما قلنا، فرخة، بطة، ديك رومي، في اي حاجة منه، نصور صورة حلوة كده ونبعتها على الرسائل عشان نعرضها ان شاء الله في الحلقات اللي جاية من بيتك ومطبخك. وتتابعوا القناة، قناة تين تي في، على كل السوشيال ميديا، على صفحة الانستجرام وعلى اليوتيوب وعلى الفيسبوك، وتتابعوني على صفحتي بيتك ومطبخك مع غادة مصطفى، وصفحتي الشخصية غادة مصطفى، وصفحة الانستجرام غادة مصطفى اوفيشيال. ان شاء الله اسيبكم في امان الله، واقول لكم كل سنة وانتم طيبين وبخير وسعادة، يا رب يعود علي وعليكم الأيام وانتم بألف خير وصحة. ودلوقتي هقول لكم سلام عليكم.